هتجوز عطلان، ضحك علي. اقول لك بويا. ها بويا حسوني. اعطيني فلوس اشتري جهاز. بويا شو اسوي بالجهاز؟ شو اسوي بيه؟ بويا ادز دروس بيعت اللقام. اي بويا هاك. اذا ابويا ادز سبعين رديت المصرف يا بويا، جيب لك جهاز بيه. ايه عم اشتري جهاز. ايه عم اشتري موبايل. ايه عم اشتري موبايل. اشتري. ايه عم اشتري موبايل. هذا الطفل عنده فلوس هواي يريد يشتري موبايل. هذا موبايل عطلان، خليه يروح يبيع عليه قشمره. يا ولد حبيبي، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، عمتي تشتري موبايل؟ يا عمي تشتري موبايل. عم هذا خوش موبايل، دار جوله وما مصلح وجديد. عمي شو ساره؟ عم ساره 50,000. 50,000؟ هات عمي. ايه حصلت الموبايل راح ادرس بيه. ايه هذا الموبايل. ايه 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 ممكن شحن ما ابي، راح اطلع الشحن. اي ساعتك على الشحن تشحن. هسه يشحن. ليش ما اشتغل؟ هسه ما شاحن. هالجهاز عطلان، ضحك علي واخذ فلوسي.